جبنا خالي كنت انا بغيت ندوز من السبيطار وتلقينا واحد الدري هزنا دانا اللي دانا لعبت طوموبيل سميتها بينا وطحنا في الصفايا بقات شاقي كندور بالبيكارا وقت البيكارا وبقيت كندور كانت حاطيه يعني ماما شويه ملي دخلت شافت الشانطي هبطت في الهبطة وكانت لا شوي جرني الرموك من جرني تلاحيت على الأرض صافي ديك الساعة ما بقيت عاقل على والو ملي غنحل عيني في السبيطار الطوموبيلة جات ضربتنا على الشاف الموتور تفزع لهيه وبقيت غادي أنا تنترولل بقيت غادي كندور ورجلي يضطر بحال هكا وفخدي عواج وملي ساليت من الترولاج شفت رجلي اللحم مشتت من هنا وتخلعت فتحت ثلاثة الفتحات هنايا في كرشي بلاصة وحدة من هنا رحت بوطاعي قالوا لي رجلي واعرة كانوا غيقطعوا لي رجلي الحالة مهم باقي في العلاج 4 سنين هذي وقتي تعالج وكنت عدو تحيدوا لي تقطعوا لي 3 صبيعات وكان مشى لي اللحم كله مرجلو عاودوا زرعوا له الحمات في رجلي وبقى رجلو دابا كيبقى تاع رجليها داروا معاه مجهودات دابا باقي هاد الفتحه الثالثه شوفي ملي حيدوا لي التيو كيفاش غيكون هاد الدري وتعاملنا معاه مزيان وطحنا ضرينا من هاد الحادثه ديالو هو طحنا دابا انا من اسفي احنا جايين هنا وختو باقا اخرى صغيره هي تما في اسفي وامه وماما هنايا هما جالسين وهنا غادي جاي وكرفصين اختي ولدي راه تعذب ليا بزاف وهاد الميكروب راه ما خلاش ليا العقل كان عندي امل انه غيدوز 10 ايام ورا التيوات ويخرج رساله اللي كنوجهها للناس المستعملين الطريق انه يحاولوا من السرعه بالاخص بحال الشيفورات خصهم يردوا بالهم انك يكون بحال الدري صغار وكاين اللي ما عارفش يقطع الطريق وخاصنا التوعيه اخص في المدرسه وفي الدار الاسباب ديال حوادث السير عند الاطفال كثيره غالبا كيكون الدري الصغير يا اما غادي كيلعب في الزنقه ولا كيكون راكب في سياره اللي كثار عندنا هنايا في المغرب هما الدراري الصغار اللي كيكونوا على رجليهم كيلعبوا ولا على بيسيكليت ولا على الموتو ولا على البيسيكليت واللي كيكونوا غالبا في المدينه اكثر من الطريق ديال السفر كما كتشوفوا هذا الطفل كان فيكتيم ديال واحد حادثه سير كان خارج من الدار ديالهم وكان غادي في الطريق وطرات لي حادثه سير مع سياره كان هو راجل وضرباتو الرجل اليمنى ديالو اللي ادت الى كسر شويه خطير في الرجل اليمنى ديالو واصابه الغضروف ديال السفلي ديال الرجل اصابات اطفال ضحايا حوادث السير تيمكن لها تكون خطيره تقريبا طفل او طفلين يوميا كيتوفاو اثر حادثه سير الاصابات الاخرى خطيره هي مثلا ضربه في الراس يعني تروماتيزم كرانيان او على مستوى الصدر مستوى البطن كذلك الاصابات من الاصابات اللي كثيره هي الكسور ديال العظم ديال الفخذ فراكتور دو فيمور او ايضا العظم ديال الساق يعني فراكتور دو تيبيا الارقام والعدد ديال دوك الدراري اللي كيجيو عندنا دايرين حوادث سير كثير بزاف عاد كل سنه قسم جراحه الاطفال عندنا اكثر من 150 طفل اللي كيجي ينعس في المستشفى علاش بحوادث السير وهذا واحد الرقم مهول و 30% من هادو عندهم دي بولي تروماتيز يعني بزاف الاعضاء مضروبين والعدد منهم كيكونوا في حاله خطيره يعني يا اما كتؤدي للوفاه ولا كيتعالجوا من بعد شهر ديال العلاج مثلا وحتى الا تعالجوا كتبقى عاهات يا اما عاهات عضويه وحتى الا ما كايناش عاهات عضويه باينه خصنا نعرفوا بان الطفل كتبقى عنده عاهات نفسيه اللي كيبقى تبعه طول حياته هذا مشكل حوادث السير في المغرب هو مشكل الجميع هو مشكل المجتمع ككل ولهذا الشيء ارتأينا في الجمعية المغربية لجراحة الأطفال اللي هي مكونة من أخصائيين في جراحة الأطفال ارتأينا بما أن الدور ديال الاختصاصي في جراحة الأطفال ما يلزمش يبقى غير ديال العلاج ديال الأطفال حوادث السير ولهذا قررنا باش نشاركوا
في التحسيس، في التوعية وفي التربية من أجل سلامة الأطفال، من أجل السلامة الطرقية. أولا الوالدين حضيو وليداتهم. طفل معرض للخطر يخرج الزنقة خصو يكون دائما تحت المراقبة. ثانيا كيخص المحلات فين الدراري يلعبوا، بلاصة بالبشكليطة فين يلعبوا، يلعبوا الكرة في محلات اللي آمنة ماشي في الشارع الكبير. ثالثا الناس اللي كيسوقوا كيخصهم يردوا بالهم، إذا كان كيمشي بواحد السرعة كبيرة في قلب المدينة فهو 100% غادي يدير واحد الحادث واحد النهار. ثانيا الاحترام قوانين السير، وهذه من البديهيات باش يكون الوقاية من حوادث السير. مع الدراري عمبوني قطع الشانطي قطع الشانطي تضرب لي كم قلت الحديثة حاج أنا كش غادي قطع الشانطي للدار، واحد جي أنا جيردي هو يضربني رجلي، إلا حطيت رجلي بحال هكا داز عليه. كنت جاي من المدرسة ونن جي طنوبيلة شفت على اليمين وعلى اليسار وضرباتني تهرست. دو فواتور كانوا غاديين بالزربة، واحد طلع فوق التروطوار كان غير ضرب ماما، ديك اللي داز باش يسلم ماما خرج فيا انا نيشان. خرج مع 8 خرج غادي للمدرسه غادي الطريق، وصلت واحد الرومبا امام المدرسه قطعت الشانطين الاول بقالي الثاني، واحد الطوموبيل كانت باغا تقطع الرومبا والحافله كانت جايه بسرعه هربت عليها وضربني انا وبقى جارني. بعد ما تصابيت درت ثلاثه العمليات. حديثة كجنان وباقي عندي آلام هنا. المشكل بقى عنده هو ديال الزنب اليمني، نقصت منه واحد نقص منه بزاف، ضربة من الرأس أطرت على اليد على الرجل على اللغة على الدراسة ديال الدري. أولا دابا الدري ملي تيمشي يدرك المدرسة وتيبدا يتجامع مع الدراري ويضحك معاهم ويهضر معاهم، وهذا كاين اللي كل واسي يقول لي، كاين اللي تيقول لي تاع معاق. كنوجه نداء الاطفال الصغار اللي في السن المبكر كيسني انا ملي بغاو يقطعوا الشانط يشوفوا على اليمين وعلى اليسار وما يتهوروش في الطريق باش ما يطراش لهم بحالك. La vie est toujours de l'espoir.